اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم حلو الكلام مع منال. موضوع غريب جدا الحقيقه. انا اندهشت واستغربت جدا من ايام اتقبض على شاب جميل جدا وعنده مستقبل. اتقبض عليه لانه جمع تبرعات وحقق شهره كبيره من ادعائه انه مريض بالسرطان. اعوذ بالله. هو ما يعرفش تمرضه فتمرضه؟ أعوذ بالله. الغريب إن والدته بقى ساعدته في نفس الموضوع، وده اللي جنني أنا شخصيا كأم. إزاي أساعد ابني إنه يدعي على نفسه بعد الشر إنه عنده مرض وحش؟ ومع الوقت الولد ده بقى مشهور جدا والناس بتتابعه وبتتابع فيديوهاته وبوستاته اللي بيكتبها. بعد الشهرة والتبرعات دي الناس اكتشفت انه مش مريض بالسرطان، ده للأسف مريض بالشهرة. مع انه على فكرة يعني هو كرياتيف، هو مبدع انه فكر في فكرة زي دي، بس ليه ابداعه وداه في الحتة دي؟ ليه ما ودهوش في حاجة ايجابية؟ حب الشهرة خلاه يدعي انه مريض. الناس اكتشفت ده. طب بذمتكم لما الناس تكتشف انها دفعت فلوس وتعاطفت مع شخص على انه مريض ويطلع مش مريض، هيعملوا ايه؟ انا عارفه اننا اتكلمنا قبل كده عن جنون السوشيال ميديا وجنون الشهره، بس للاسف الموضوع بيكبر يوم بعد يوم. المشكله ان اللي مجنون بالشهره ده بالشكل ده ضر ناس كتير. يعني حضرتك تعاطفت وطلعت فلوس من بيتك ومن قوت ولادك علشان تساعد مريض زي ده، بعد ما تكتشف انه بيكذب هتعمل ايه؟ اكيد هتفكر الف مرة قبل ما تتبرع لأي مريض وأي حالة وأي جهة ممكن تتعامل مع مرضى، لأن في ناس كتير للأسف بتشككك وبتمنع الخير بطريقتهم دي. طب نقول ايه للناس دي؟ نقول للي بيدعي المرض نقول له ايه؟ أرجوك ما تعملش كده، لأنك بتأذي نفسك وبتأذي اللي حواليك. فكر في أفكار أكتر، مهمة أكتر، إيجابية أكتر، تفيد المجتمع وتبقى مشهور برضو. على فكرة الشهرة مش ميزة قوي، الشهرة بتخليك تدفع ضريبة كبيرة مقابل الشهرة دي. وبقول للناس اللي بتتبرع أرجوكم ابحثوا عن الحالات اللي بتتبرعوا لها وتأكدوا منها. مش اي حد يطلع يقولك انا عيان انا وعندي كذا تصدقوا. انا شخصيا عاملة جروب، مجموعة اصدقاء، الحالات دي بتجيلي كتير بما اني فنانة، ويدخلولي على الانبوكس ويدخلولي على الانستجرام وانا مريض بايه وعندي ايه وابني ايه وبنتي ايه. في شخص احنا كده بنسميه باحث حالة، بنبعته باخد نمرة الشخص ده وابعت ال 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 الشخص المعين ده مننا كلنا، وبنبعته للحالة دي يشوف جيرانه ويشوف بيته ويشوف أوراقه، وما بنديش فلوس في الإيد على فكرة. إحنا بنعالج الحالات، بندفع للمستشفى، بنعمله العملية. انزلوا، لأن ده ثواب على فكرة إنك تنزل بنفسك تشوف الحالة دي محتاجة لك ولا، أهم بكتير من إنك تدفع فلوس. كمان الجهات اللي أنتوا بتشوفوها في أماكن مخصصة بتعالج الحالات دي ومضمونة، حطوا فلوسكم فيها. فمجانين الشهرة اشتهروا بشكل إيجابي يفيد المجتمع ويفيدكم. يا رب تكون الرسالة وصلت، واستنوني بعد الفاصل ونتقابل في فقرات تانية أحلى. مكملين حلو الكلام، وفعلا الفقرة دي أنا بحبها جدا لأن بنقول فيها أحلى كلام. ودلوقتي موضوع أعتقد مهم جدا أننا نتكلم عنه، برغم انه بيعتبر من البديهيات، لكن للاسف الايام دي في حاجات كتير في حياتنا محتاجين اننا نعيد التاكيد عليها من جديد. الموضوع هو تربيه اولادنا مسؤوليتنا، يعني مسؤوليه الاب والام مع بعض. وتربيه الابناء من اهم القيم اللي اكد عليها ديننا الكريم وكل الاديان السماويه. ودور الأب مهم جدا جدا في تربية الأولاد.
يعني الأب مش مجرد البنك اللي بيصرفه بس، والأم هي اللي تربي لوحدها، لا، التربية مسؤولية مشتركة. والنهاردة هنتكلم عن التربية السليمة لأولادنا، وبالتحديد دور الأب. دور الأب للأسف ابتدى يتقلص، يتقلص في تربية الأبناء. هنتكلم في الكلام ده مع فضيلة الشيخ محمد العماوي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور حضرتك. منورنا. منور حضرتك، بنور حضرتك والسادة المشاهدين. مرسي. حضرتك قولي رأيك في الكلام اللي احنا قلناه ده، إن التربية مسؤولية مشتركة ما بين الأب والأم، لا يقع عاتقها على الأم فقط. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين، وأنا سعيد بتواجدي معكم اليوم. هو بالنسبة للشراكة ده شيء أساسي، وبعض الآباء للأسف بيتخيل أو يخيل إليه إن الولد ما دام هو في فترة ما قبل المدرسة في سن الصغير ده، يبقى هو محتاج لأمه فقط، يعني هو محتاج لوالدته بس. وده طبعا يعني فهم غير سليم. ليه بقى؟ لأن في حاجة اسمها البيئة المحيطة بالأولاد، اللي هي البيت. البيت ده لو كان في استقرار، في تآلف وتقارب بين الزوجين، ده بيأثر إيجابا على الأولاد، وبيخلي الأولاد دايما يعني بيحيوا حياة، يعني ينشأوا نشأة سليمة، ينتج عندنا طفل بقى سوي، يعني بينه وبين أمه ترابط، وبينه وبين والده نفس الترابط، بخلاف لما يكون الأم فقط أو الوالد فقط. فما ينفعش طبعا، هو كده كده الزواج أصلا في شراكة في كل شيء، فما ينفعش التربية تكون من الأم وحدها أو من الأب وحده، فبالتالي في شراكة، لأن ده بيأثر بقى حاجة اسمها التربية غير مباشرة. يعني إيه تربية غير مباشرة؟ إن التربية عندنا نوعين، تربية مباشرة اللي هي بالإفعل أو لا تفعل، يعني ممكن تعمل كذا ويعني ينصحه ويتكلم معه، ده التربية المباشرة، ده غلط ده صح، أنا بقى كده يعني باخد ودي معاه، ده التربية المباشرة. في تربية غير مباشرة اللي هي أنا شايف والدي ووالدتي بيعملوا إيه، أنا شايف أبويا وأمي بيعملوا إيه، أبي أشوفه يصلي في البيت فأنا أقلده، أقف أصلي جنبه، أشوف والدتي تصلي، البنت تشوف أمها تصلي، وهكذا. فده كله بيعمل يعني عند الأولاد ثقة. من شب على شيء شاب عليه. ده بقى اللي هو الشاعر كان بيقوله، بيقول إيه؟ مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، قال علما تختلون، انتوا بتمشوا كده ليه؟ قال لقد بدأت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. شرح ده ببساطة ان الطاووس ماشي يتمخطر كده، فاولاده قلدوه، فقالوا انت بتعمل كده ليه؟ احنا بنعمل زيك، فانتوا قلدتوا، يعني الحكايه بتبقى كده. ما ينفعش الوالد يكون بيعمل حاجه ويقول لابنه انت ما تعملهاش، طب ما هو شايفك بعملها. بالظبط. يبقى انت مثلا تقول لي ما تدخنش، وانا شايف الولد يدخن في وجهي، يعني ازاي؟ بالزبط. لا تنع عن خلق وتاتي مثله، عار عليك اذا فعلت عظيمه. يعني انت ما ينفعش تقول له على تعمل حاجه وهو انت بتعملها، هتنهى عنها. انا استحضرتني حكايه دلوقتي مع ابويا الله يرحمه. الله يرحمه. ابويا عمره ما كذب قدامي على الاقل، يعني بس انا عمري الحقيقه عمري ما شفته بيكذب كذوب. كنت بلعب في الشارع طفله زي مع كل الاطفال، وهو بيروح الشغل، بابايا مخرج مسرحي، فانا متعلقه بالمسرح جدا، فاقول له انت رايح فين؟ رايح الشغل، هاجي معاك. يقول لي طيب اطلعي غيري هدومك وانزلي هستناكي. فبص له زي اي طفله كده انه هيكذب عليا هيسيبني ويمشي، يقول اطلعي انا هستناكي. فاطلع جري البس وبسرعه بسرعه بسرعه انزل الاقيه مستنيني. ما شاء الله. في مره تانية هو بيبقى قاصد ده، اقول له اجي معاك، يقول لي لا مش هينفع. خلاص يبقى مش هينفع. فعلمني فكره ان انا ما اكذبش. ده التربيه بالقدوه اللي هنتكلم. بالظبط. ده اللي حضرتك اللي انت قلتيه ده موجود شبيه بيه بالظبط في السنه النبويه. ايه هي بقى؟ ان كان في ست قاعده، والنبي عليه الصلاه والسلام موجود، ونادت لابنها الطفل تقول له تعالى اعطيك، يعني تعالى هديك حاجه، زي ما حابب الواحد تعالى دلوقتي هديك حاجه حلوه. ايوه مثلا. فلما قرب منها الولد، فقال النبي عليه الصلاه والسلام قال امعك شيء تدي له حاجه؟ قالت نعم تمره. فقال اما انك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبه.
أو نفس اللي انت حضرتك قلتيه، الطفل بيقول لها تعالي، كان ممكن دلوقتي واحد يقول له ايه طب انا هجيب لك، يقول له هجيب لك وبتاع، وفي الاخر يقول له عشان يسكته ويضحك عليه. أيوة. كده الولد يتعلم الكذب. يتعلم الكذب للاسف. بالظبط. فاحنا بنحتاج ان الاب القدوه تكون موجوده في البيت. انا عايز انشئ طفل يكون على يعني على استقامه، سواء صالح، والصلاح هنا مش زي ما الناس فاكره انه يبقى شيخ يعني، معلش. أيوة. او يبقى عالم دين. الصلاح شيء مدلوله أوسع من ذلك بكتير. الصلاح ده معناه إنه نافع لمجتمعي ولديني، نافع للوطن، إنسان نافع، نافع للوطن بل نافع للبشرية. يبقى ده لما يعني يكون عدم وجوده مؤثر ووجوده مؤثر. حضرتك قلت هو ده في اللي بداية هنتكلم الحوار، عليه. عذرا، في بداية الحوار قلت ان الناس او الابهات فاكرين او معظمهم فاكرين ان هم ما قبل المدرسة او الطفوله المبكره جدا هو ملوش علاقه بابنه. وحكيت لي حكايه لطيفه قوي عن سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. احكيها لي الحكايه دي. هو بياخد سيدنا ابراهيم، نعم، ابنه اللي توفى في عمر صغير. نعم. احكي لنا الحكايه دي. كان النبي عليه الصلاه والسلام كانت به عاطفه جياشه، يعني الرسول اصلا به من الرحمه والعطف يعني القسط الكبير، يعني قلبه عليه الصلاه والسلام مليء بالرحمه. فكان يحب ابراهيم عليه السلام جدا، ابنه، فكان رضيعا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرضعه عند امراه في عوالي المدينه. فالرسول عليه الصلاه والسلام كان بيمشي مسافه كبيره جدا. عوالي المدينه دي يعني مكان يعني بعيد جدا. عوالي المدينه دي يعني مكان بعيد جدا عن مسكنه الاصلي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. فكان يروح عليه الصلاه والسلام ممكن يمشي مسافات طويله جدا على رجليه عليه الصلاه والسلام، عشان بس يعمل ايه؟ يقبل ابراهيم ابنه ويضمه ويشمه. يا سلام. وده بقى وكمان لما سيدنا ابراهيم مات عليه السلام، يعني انا اسف انا عايز اقف عند الحته دي قبل ما توفاه الله، انه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كرجل ونبي متاثر بعدم وجود ابراهيم معاه في البيت. بالظبط. رجل وده بقى يعني رجل ونبي، يعني لو قال لاي حد جنبه ودي ابراهيم للمرضعه الف مين يتمنى، او هاتهولي وانا اقبله هنا، او هاتهولي بدل ما اروح المسافه دي كلها. بالظبط. ياخده ويشيله عشان يحضنه ويقبله ويضمه ويشمه. يعني شفت العبق بتاع الطفل الصغير ده بيزرع في الاب قيمه كبيره جدا لا يتخيلها الا من يعني رزق بهذه النعمه. والابن نفسه يا مولانا، نعم، وعدم وجوده، شوف عدم وجوده في البيت، عدم وجود ابراهيم عليه السلام في البيت عمل ايه في النبي عليه الصلاه والسلام؟ خلاه يروح مسافات طويله. وده اللي عبر عنه بقى الشاعر في اواخر قصته اللي كنت كلمت حضرتك عنها، لما قال ايه؟ قال حتى اذا صاروا وقد نزعوا من اضلعي قلبا، من اضلعي قلبا، قلبا، يعني هم ذهبوا وتركوا يعني نزعوا قلبي معاهم. وبعدين قام قايل ايه؟ الفيتوني طفلا بيبكي، يعني لقيتني طفل ببكي، كالغيث ينسكب، عمال زي المطر اللي عمال ينزل مدارا من البكاء. وبيقول ايه؟ قد يعجب العذال من رجل يبكي، ولو لم ابكي فالعجب. لو ما عيطتش ده يبقى العجب الحقيقه. على دول بيقول ايه؟ هيهات، يعني بعوده، يعني حاجه بعيده، هيهات ما كل البكاء خور. مش كل البكاء ضعف. انت ما تفكرش ان بكاء الرجل ضعف. قال كده، ما كل البكاء خور، ما كل البكاء خور، ضعف. إني وبي عزم الرجال، يعني برضو عندي شدة الرجال وأنا رجل، إني وبي عزم الرجال أبو، أنا أب. ده عشان بس القصيدة طويلة وإحنا جبنا آخرها، إن ولاده الثمانية سافروا راحوا يشقوا طريقهم، فحس بالغربة والعزلة والضعف الإنساني، وقعد يوصف في مكان يفعله الأولاد في البيت، أين الضجيج العذب والشغب. أيوة. أين التدارس شابه اللعب، أين التباكي وأين التشاكس. الأهمية النفسية بقى للطفل. نعم. إن الأب يحنو عليه. نعم. ويلعبه. نعم. ويبقى في مداعبة أبوية كده لطيفة. برضو احكي لنا من الأثر والتراث. نعم. النبي عليه افضل الصلاه والسلام كان بيعمل ايه مع ابنائه واحفاده؟ يعني النموذج اللي عايز ينظر لنموذج امثل في حياه الابوه ينظر لحياه النبي عليه الصلاه والسلام، وحتى مع احفادي كيف كان يفعل مع سيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهم. قبل سيدنا الحسن والحسين السلام. كان بيعمل ايه مع ستنا فاطمه رضي الله عنها؟ السيده فاطمه بقى لها منزله عاليه جدا عند النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. في حديث قال انما هي بضعه مني يؤذيني ما يؤذيها. يا سلام. يعني انت عايز تأذي النبي، اذيها.
يؤذيني ما يؤذيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام بقى كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيتعامل معاها معاملة عالية جدا. كانت إذا أقبلت فاطمة، يعني جات له تمشي رضي الله عنها وأرضاها وعليها السلام السيدة فاطمة، قام من مقامه عليه الصلاة والسلام، قام من مكانه وقام أجلسها مكانه عليه الصلاة والسلام وقبلها بين عينيها. يا سلام، ده طول حياته، ده منهج عليه الصلاة والسلام. كان دايما أول ما يشوفها تدخل عليه يقوم عليه الصلاة والسلام ويقبلها بين عينيها في جبهتها هنا ويقعدها مكانه. في حديث، عشان كده السيدة عائشة وصفتها وصف بديع، قامت قايلة إيه؟ كانت فاطمة تقدم ومشيتها لا تخطئ مشية رسول الله. يعني هي زيه بالظبط، تمشي زيه بالظبط. يعني هي يعني حته منه فعلا. من الرسول قال حته مني، معناها كده بضعه مني، دي يعني حته مني، زي ما انت بتقول ده ابني، ده قطعه مني. انا مش عارف الاب حتى اللي بيتخلى بعد كده هتكلم عنه ازاي يتخلى عن ولد منه. ما هو ده بقى اللي بيحصل في زماننا للاسف دلوقتي، انفصال ما بين الزوج والزوجه. والاب يقول مش ما ما مش هشوفه، مش هصرف عليه، مش مسؤول مني. ده عند ربنا ايه؟ ده بقى له موال تاني. ده انا عايز اقول لحضرتك، ربنا سبحانه وتعالى تخيل المشهد في القرآن الكريم لما حب يبين لك اقرب الناس اليك ان انت هم اقرب واحد ليك هيفر منك يوم القيامه، مش هينفعك يعني. اما ايه ليه؟ واتقوا يوما، واتقوا يا ايها الناس اتقوا ربكم في اخر سوره لقمان، واخشوا يوما قلبا لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ومن يعني عظم هذه العلاقة أقسم الله بها برضه. نشرحها ببساطة للمشاهدين، يعني بيقول إن مش هينفعك، لا مش هينفع الوالد ولده، أيوة، ولا المولود هينفع والده في شيء يوم القيامة. تقطع فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون، هيبقى مسؤول عن نفسه. والآية ربنا سبحانه وتعالى أقسم في قسم عظيم من رب العالمين، أقسم الباري سبحانه، قال ووالد وما ولد. في أول صوت البلد قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. هل الوالد بيولد؟ هنا السؤال. لا، هو المراد بيه الوالد الأب. أنا طبعا فاهمة ده، بس عشان الناس ما تفسرش غلط، لأنه سبب في وجود هذا الولد. نعم، فمش الأم بس اللي بتولد، هما الاتنين شركاء. عشان كده في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فبالتالي لازم يشاركوا في التربية. نعم، إنما الولد من كسب أبيه، يعني هو حتى في أعماله يرفع في يوم القيامة لو كان من الصالحين أو العكس. طيب، يعني لو كان، نرجع للأب اللي بيسيب ولاده دلوقتي يقول أنا مش مسؤول عنه، عقابه إيه عند ربنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عظيم جدا، قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يا سلام، نشرحها بالتفصيل. في رواية تانية في صحيح مسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. قوت اللي هو إيه؟ اللي هو بيعيش على، يعني قوت يعني إيه؟ يضيع حياتهم يعني من الآخر. أيوه، اللي هو بيضيع، انا مسؤول عنه، اولادي انا المسؤول الاول عنهم امام الله يوم القيامه. فكفى يعني انا لو ما جيتش باثم يوم القيامه الا ده بس، اللي هو يضيع اولاده، ده يكفيه ان هو يخش والعياذ بالله ويعاقب في النار والعياذ بالله الا من تاب. يعني احنا عندنا حالتين دلوقتي يا مولانا. نعم، حاله اب وام وحياه سويه وعايشه. نعم، بس برضو الاب بيشتغل طول النهار طول الليل، علاقته باولاده ممكن ما يشوفهمش غير مره في الاسبوع، حتى الولد او البنت لما بيجوا بابا انا تعبان مش قادر بس مش عايز صوت ذاكروا ابعدوا عني، الحاجات دي حاله. نعم. والحاله الثانيه لما بينفصلوا ويقول لك انا مش ماليش دعوه بيه. ما هو ده بقى النتيجه على فكره بالنسبه لي واحده. ما هو ده الاوان اللي حضرتك قلت عليه ده. ده بنسميه حتى في بعض علماء النفس يسمونه الاب الحاضر الغائب. أيوة، اللي هو موجود زي مش موجود. ده للأسف بيورث عند الأولاد عدم الثقة وعدم الترابط. ويجي في يوم من الأيام، أنا أعرف بعض الناس يقول لك ده أنا أحسش أنه مش أبويا. أيوة. طب ليه؟ قال لك ما فيش بيني وبينه أي صلة، يعني لا عمره سأل عني، لا عمره حضني ولا قبلني، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه واحد من الصحابة اسمه الأقرع بن حابس، هو قاعد دخل عليه في مرة لقاه بيقبل الحسن والحسين وعمال يشمهم، يعني يقبلهم كده ويحضنهم. فالراجل يتعجب وقال للنبي عليه السلام أتقبلون أبنائكم؟ إيه ده يعني، ده مندهش قوي كده. فالنبي أما قال للنبي كلام بقى عجيب جدا، قال له إن لي 10 من الأبناء، عنده 10 أولاد، ما قبلت منهم أحدا، ما ببص حد فيهم خالص. ده بقى ده نزع النبي عليه السلام، قال له يعني وما أفعل لك إن نزع الله الرحمة من قلبك.
يعني انت منزوع الرحمه. ازاي ما تقبلش اولادك؟ أنا ازاي مش ما تحضنش مصدقة. الولد؟ ايوه قال له انا عندي 10 من الابناء ما قبلتش واحد منهم ابدا. وهو ده في للاسف بقى في جفاف عند بعض الاباء، ما بيعرفش ده بقى، ما بيعرفش يعبر عن مشاعره قوي للاولاد. انا في تقديري يا مولانا ان ممكن او بس ده غلط. ان الولاد مش بس هما الخسرانين، هو كمان خسران، خسران جدا، خسران طاقتهم الطيبه، حبهم، حنانهم، لانه لما يدي لهم حنان بالتالي هياخد حنان في الصغر وفي الكبر منهم. ده بقول لحضرتك انا شخصيا لم اجد في حياتي حضن يعني افضل من حضن الطفل الصغير ابني عنده سنتين. ايوه لما يجري عليا ويحضنني ده بيخليني انسى تعب الدنيا كلها. فلما اكون قاعد او انا لما اكون داخل البيت يقول بابا بابا ويجري ويحضنني، ده لوحدها تسوى، يعني تسوى الدنيا وما فيها، يعني تسوي كل ما في الدنيا. عشان كده برضو الشاعر في اثناء القصيده اللي حته بتاعتها في بيتين قالها برضو جمال جدا، قال ايه؟ قال يعني فناشيدهم بابا اذا فرحوا. ايوه قال فناشيدهم بابا اذا فرحوا ووعيدهم بابا اذا غضبوا. ايوه وهتافهم بابا اذا بعدوا ونحيبهم بابا اذا اقترب، يعني كل حاجه بابا. شفتوا ازاي؟ يعني ينده، يعني لو غضب يقول بابا، لو حزن يقول يا بابا، وهكذا. الشاعر بيصور هذا المشهد في كلامه. يعني بابا ملزم بتربيه ابنائه انه يصرف عليهم حتى في حاله الانفصال. في حاله الانفصال دي بقى ربنا سبحانه وتعالى عشان كده قال في الايه ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني وفي حاجه ثانيه باينها ان هو المفروض يعزل تماما بين معاملته للام او لوالده الاولاد سواء اخطات في حقه او لم تخطئ. ايوه يفصل تماما بينها وبين الاولاد، بمعنى ايه؟ لو هو انفصل عنها الاولاد دول ولادك، اسمهم باسمك، قطع منك، يجب عليك ان تربيهم مش تفضلا، لا ده انت ستسال عنهم يوم القيامه بين يدي الله. وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. في حديث ثاني النبي عليه الصلاه والسلام قال في صحيح ابن حبان ان الله سائل كل راع عما استرعاه. أحفظ ذلك أم ضيعه؟ يعني هيجي يوم القيامة كده تسأل، ما هي مش سهلة كده، أنت دول ضيعت دول ولا لأ؟ ولا حافظت عليهم أن تكت لنا أولاد صالحين؟ ولا جبت لنا ناس تشوه في المجتمع؟ ومرضى نفسيين، لأن أنت حضرتك أصلاً أولاً لم تحافظ على بيتك أصلاً بتركك للأولاد هكذا. المسألة مش مسألة انفاقه بس، وإلا كان تساوى فيها الجميع. أنا ممكن أنا أنفق على مثلا عشرات العائلات، يوم من الأيام دول لو جيت تكلم ولد فيهم هيحس في بينك وبينه صلة روحية؟ في صلة بينك وبينه قلبية؟ مفيش. ليه؟ لأن التربية الوالد يعتبر هو من يربي، هو ده الوالد الحقيقي، الوالد الروحي، بنسميه احنا الأب الروحي، احنا أحيانا ممكن أيوة. نسميه كده ليه؟ لأن أحيانا في بعض العلماء عشان كده قال نسب العلم أقوى من نسب الوالد. يعني إيه نسب العلم؟ يعني ممكن يبقى في أب روحي الإنسان كده، نسب العلم اللي هو شيخه، يعني اللي علمه إزاي يصلي، علمه أو إزاي مدرسه العلم، أو مدرسه اللي خد منه حنان، أو أستاذه، أيوه إداله الحنان، إداله العطف، اهتموا بيه، اهتم بيه. أنا ممكن للأسف سمعه، مهم نسمع سمعه. ولادنا للأسف أنا يعني من خلال برضه معرفتي بكثير من الآباء للأسف ممكن ما يطيقش يسمع من ابنه كلام، يجي يتكلم يتأفف، يجي يعمل أي تصرف يزعق له، يجي يقول له اسكت أنت مش عارف حاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما لازم أنت تعرفه. طب ما أنت علمه. أفضل شيء عشان تنتج ولد صالح إنك تكون صديقه. أيوه. عشان كده العلماء كانوا بيقولوا إيه؟ يعني صاحب ولدك لما 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 يكبر، يعني بالذات ليه النبي عليه الصلاه والسلام قال صاحبهم في سبع، يعني لا في الحديث المعروف هو قال اضربوه، ده بيتكلم على الصلاه. ده هو في اثر تاني فعلا لبعض العلماء اللي هو قال علموهم ادبوهم الى سبع. ايوه وبعدين صاحبوهم سبع، صاحبوهم سبع، وبعدين اتركوا لهم الحبل على الغارب. ده اثر 21 سنه. اثر عن بعض العلماء. هو عايز يقول لك ليه؟ ما هو ده له مدلول جامد هقول لحضرتك عليه. ان هو اصلا لما الشاب لما يوصل لمرحله معينه اللي هو بيقول بقى انت تسيبه بقى ده، هو خلاص مش هيتقبل منك كلام. لو انت ما زرعتش فيه الكلام ده من بدري. أيوة. انا اسف يعني. أيوة. مش هيتقبل منك كلام بالزبط. وانا عايز اقول لحضرتك اضرب لك مثل بسيط جدا للساده المشاهدين يبين ليه بقى يعني المثل ده والشبه ده ازاي يتعامل مع الولد وهو صغير. طول ما الولد صغير زي عود الشجره الصغير. تخيل حضرتك لما انت رحت تشتري كده عود
شجره صغير رفيع. العده كل ما لما تيجي تزرعه ازرعه كده، كل ما هتلاقي العده كل شويه تعوج يمين او شمال، يمين تظبطه مظبوط، انت تظبطه. ايوه تعدله كده، هدي زي الطفل الصغير انت تظبطه. لا وترويه، ده حبيبي ده عيب. اه وتسقيه وترويه من عاطفتك وحنانك، وتعلمه وتأدبه وتقول له على كل شيء في الدنيا. زي الشجره دي كده، العده كده، انت عمال تعدل فيه تعدل فيه. الشجره دي لو انت سبتها معوجه لحد ما تكبر، استحاله انك تعدلها تاني. ده حقيقي. اذا اراد الله شيئا بقى اخر. طيب تقول كذلك إيه؟ الولد بقى مظبوط. تقول ايه الاب اللي ابنه او بنته عايز كذا؟ لا يا بابا اصل ما تنقشنيش، هو كده وخلاص، اللي انا اقوله يتسمع. طول الوقت المعامله كده. لا ما هو ده لا ينتج اصلا انسان سوي وعاقل. لازم تقول له على حاجة تقنعه بيها. ده الأسلوب الأمثل للتربية. هضرب حضرتك مثال في ذلك، في للنبي عليه الصلاة والسلام مع السيدة فاطمة أيضا. هي كان دايما بالأسلوب البسيط للناس خالص، كان دايما الصحابة بيتحروا الليلة للنبي عليه الصلاة والسلام فيها عند السيدة عائشة عليه الصلاة والسلام، فيروحوا يديله الهدايا كلها في اليوم ده. فبعض زوجات النبي غاروا من كده. أيه. احنا برضو لنا نصيب. طب ما انت هم ليه بيجيبوا الهدايا؟ وده مش ذنب الرسول. الناس بتشوف ان النبي كانت احب الناس اليه عائشه زي ما قال في حديث. فقام كان بيجيبوا له الهدايا في الايه؟ في يوم السيده عائشه. فبعض الزوجات غاروا، فراحوا وكلموا النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام ما كانش يرد على حد، يعني ما يكونش يتكلم في المساله دي، لان المساله مش بايده، ده الناس اللي بتعملها. بالظبط. فهم راحوا قالوا بقى لمين؟ للسيده فاطمه. قال لك نكلم السيده فاطمه تكلم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. فالسيده فاطمه راحت، وكان النبي عليه الصلاه والسلام هو والسيده عائشه جالسين زي شبه السرير عندنا احنا كده، بس هو مش كانش زمانهم زي دلوقتي يعني. فهم قاعدين، فالنبي عليه الصلاه والسلام، هي السيده فاطمه دخلت على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وقالت له: يا رسول الله، ان زوجاتك يسالنك العدل في ابنة ابي قحافه، يعني بنت ابو بكر يعني. أيوة. ليه عائشه يعني؟ أيوة. بس بتقول ما بتقولوش، بيقول له يعني بيقول لك لا اعدل، وازاي الهدايا تيجي في يومها هي بس وكده. بص بقى النبي عليه الصلاه والسلام ما قالهاش، وهي الوحيده اللي رد عليها. يعني ما قالهاش مثلا انت بتناقشيني. ايوه انت ما تتكلميش، انا زي ما بالموضوع ده زي ما انت بتقولي كده. أيوة. حضرتك قلت ان هما نصبوكي محامي انت الولد يجي يقول مثلا انا بعمل كذا، يقول لا ما تناقشنيش، هو كده يعني كده وخلاص. لا، النبي عليه الصلاه والسلام كلمها وقال لها بقى ايه كلمتين اتنين، يقول لها ان الامر برضو مش هو زي ما انت فاهماه قوي. قال لها ايه؟ يا فاطمه اتحبينني؟ انت بتحبيني؟ قالت نعم. قال فاحبي هذه على عائشه. على السيده عائشه يعني، كانت قاعده جنبه. اه يعني انت لو بتحبيني حبي عائشه وما تعمليش زيهم، يعني ما تقوليش زي كلامهم وكده. انا قصدي هنا بقى ايه؟ ما عنفهاش. ايوه. ولا زعق لها، ولا قال لها اصلا انت مالك ومالك الكلام ده اصلا؟ يعني ممكن الاب يقول له، يقول لبنته انت ممكن تكلمه عن والدتها وبتاع، يا بابا انت ما ينفعش كده مع ماما او كذا. ممكن تقول لها انت مالك، انت ومالك الكلام ده؟ ايوه. وده هذا لا يخصك اصلا. لا، ده الرسول عليه الصلاه والسلام قال لها كلمتين بكل لين ورحمه، وقال اتحبينني؟ قالت نعم. قال فاحبي هذه، يعني احبي عائشه رضي الله عنها وارضاها. فده مثال من بيت النبوه، يبين لك حضرتك ان ما الاب لازم يعني يناقش اولاده. انا عايز اخلي الوالد ما يعملش بينه وبين اولاده حجاب، يعني ما يبقاش عامل زي ايه، معلش انا اسف، برضه زي سي السيد كده، اللي هو عامل اللي هو يعني عايز ان انا ما حدش يناقشني في اي حاجه، او حتى كان لا ياكل الا اذا اكل. ايه ده؟ يعني ازاي انا اقعد اكل واسيب اولادي قاعدين يتفرجوا عليا لحد ما اخلص اكله وبعدين ياكلوا؟ لا، انا في مشاركه، انا عايز اولادي ياكل معايا، اتكلم معاه، احسسه بالامان، اخده في حضني، اطبطب عليه، انت ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي بتعمل ايه اليومين دول؟ اناقشه، اتحاور معه. لا، ما يبقاش فيني وبينهم فجوه. انا في كتير من الاباء بينه وبين اولاده فجوه اصلا. اه طبعا كتير. هو في برج عادي، هو بيجي من شغله رايح شغله، اهم شغله، كل زي ما انت حتى قلت في الاول، ان كل ظنه ان الولد عايز ايه؟ فلوس، خد. أنا في ولد بمناسبة عايز فلوس خد. صاحب أولادي يعني في فترة ما كده، ولادي بيقولوا يا مامي والولد مكتئب وكذا، فقعدت اتكلمت معاه. فا إيه يا حبيبي أنت يعني أنت كويس ومامتك وباباك مش مخلينك نفسك في حاجة؟ عنده زي ما بيقولوا بالتعبير الدارج المصري، عنده لبن العصفور. الأموال، الفلوس، كل ما تتخيله حضرتك اللي بيحلم بيه. فكبر شويه بقول له انت ايه مشكلتك؟ باباك بيحبك، مامتك بتحبك، بدليل 1 2 3.
قال انا دول بالنسبه لي مش ماما وبابا، دول اللي بيربطني بيهم، دول قالت فلوس. لا بيربطني بيهم الدم، بلاد. قالها لي كده. انما انا شخصيا ولا مش مهمين في حياتي، اللي هو الولد النسب اللي انا عايز اقوله. أيوة. بس نسب بس هما بيصرفوا عليا بس. وانا لو هقدر اصرف على نفسي انا مش عايز اعرفهم في حياتي، مش عايز اشوفهم في حياتي. انا جالي شك، يعني جالي صدمه من العلاقه دي. ما هو للاسف ده بقى اللي بينتج عندي اولاد غير صالحين في المجتمع. دي حقيقه. ان هو بيتجه بقى للحاجات السيئه، في يتصادق على ناس غير اسوياء، بينتج بقى تشوه، تشوه في كل شيء. ده ليه؟ لانه فقد الـ 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 الاسره، فقد البيئه الاسريه اللي هو المفروض يعيش فيها، فنتج عندي ولد ما هوش عارف اصلا هو في الحياه ليه. طيب يعني فاضلنا دقيقه نقول ايه للاب. انا كل ده الام بتعمل اللي عليها على فكره في مجتمعنا ده بالذات الى حد ما. نقول ايه للاب؟ واحد اتنين تلاته عشان تخلق او بني ادم سوي. هو اولا انه يربي اولاده، يحرص من الصغر ان هو يزرع فيه الانسانيه والتدين. يزرع فيه، يزرعه بتصرفاته، بافعاله، يقدمه ويعلمه في كل شيء. تاني حاجه يخلق له البيئه الاسريه انه يكون بينه وبين الام، هو لما يجد والده والوالده مع بعض متالفين جدا ينتج عنه ان هو هيحبهم قوي، بدل ما يشوف الوالد دايما بيزعق او كذا فينفر منه. لا، انا عايزه يخلق له تاني حاجه، يخلق له بيئه اسريه منضبطه، يعني يحوط بها بيت النبوه. تصور انت بقى بيت النبوه كده، وتطلع الان انت افتح اي كتاب وشوف النبي كان بيتعامل ازاي مع اولاده عليه الصلاه والسلام، وطبقه بحذافيره في بيتك، لان الرسول كان قدوه عليه الصلاه والسلام. ويحضن ابنه، ويحضن ابنه، ويتكلم معاه، ويتكلم معاه، ويشوف احتياجاته النفسيه قبل الماديه. ايوه، يعني انت تشوف الولد احتياجاته النفسيه قبل الماديه، لان ده هو اللي يجعله انسان صالح في المجتمع، وبالتالي يصلح للوطن، وبالتالي يصلح للبشريه كلها. وليك انت كاب في تفخر في شيختك بالظبط، شيخ اختك. نعم، لما تعوز ابن هتدي حب وحنان وعطف، هيرجعوا لك تاني لما تكبر. صح. شكرا لحضرتك. تمام. شكرا لفضيلة الشيخ محمد العماوي. ربنا يبارك. ودلوقتي هنروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا. موضوع حلقتنا النهاردة هيكون عن مشكلة بتواجه ناس كتير جدا ومحدش عارف لها تفسير، وهي مشكلة ثبات الوزن على الميزان رغم اتباع رجيم ورياضة. والمشكلة دي بتخلي ناس كتير يجي لها إحباط. يعني إيه أنا النهاردة واقفة على الميزان وزني زي ما هو، وبكرة زي ما هو، وبعده زي ما هو، رغم أني بعمل دايت، بروح الجيم، وبلعب رياضة. فبتخلي الناس يجي لها إحباط كده، ممكن توقف الدايت والرياضة خالص وتقول ما أنا كده كده مش بخس، هتعب نفسي ليه بقى؟ وطبعا النتيجة بتكون معروفة. علشان كده ضيفنا النهارده هيكلمنا عن مشكله ثبات الوزن وايه اسبابها وحلولها المناسبه. ضيفنا النهارده هو دكتور احمد نوبل، اخصائي التغذيه العلاجيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. ازيك؟ ايه اخبار حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. يا رب دايما كده. نعمل ايه بقى؟ وعايزين نعرف الاسباب اللي بتخلي فيه ثبات وزن رغم اني مواظبه على الدايت وبلعب رياضه وبشرب ميه كتير وبعمل كل التعليمات اللي بتتقال. جميل قوي. في حاجتين هما اللي يخلي فيه ثبات في الوزن. خلينا نتكلم في اول حاجه، وهو ان جسمنا عباره عن اربع حاجات: ميه ودهون وعضلات وعظم. فانا ممكن وزني يثبت بس بخس دهون وبزيد كتله عضليه. وده حاجه تارجت مهم قوي قوي قوي. الدهون ال 2 كيلو او الكيلو دهون مع الكيلو عضل، انت ممكن تخس 2 كيلو دهون فتلاقي نفسك مقاساتك فعلا قلت. تمام؟ ده اللي بيعمل، ممكن من الحاجات اللي بتسبب ثبات وزن. طب انا اعمل ايه؟ ما تبصش للميزان خالص، شوف مقاساتك. يعني انت تابع مقاساتك، خد ارفع مقاساتك زي ما بيقولوا كده، مقاسات كل حاجه فيك. ساعتها هتعرف فعلا هل انت فعلا ثابت، ولا الثبات ده مجرد بس ثبات على الميزان وفعلا لا انت جسمك بيحرق في دهون وبيزيد في كتله عضليه، فانت فعلا بتوصل للتارجت اللي اي حد يتمناه، يبقى عنده شكل وشيب جسم كويس مع دهون قليله. ده اول سبب. تاني سبب ممكن فعلا، خلينا بقى نتفق معاه ونمشي في الطريق بتاعه، اللي هو فعلا الجسم ما بينزلش. ده سبب ايه؟ ممكن تكون عامل دايت غلط.
لقيت بقى مشكله ان انت في الاول بتنزل ميه كتير قوي قوي بسرعه، وده بيفرحنا بقى. اول ما انزل ميه بسرعه وكيلوهات اقول ايه، اما تقل النزول ده ابتدي اتضايق، تبدا تتضايق ويبدا الموضوع يغلط اللي انت تبدا توقف الدايت. لا هنا انا مش عايزك توقف خالص دايت، بالعكس البلاتو ده جسمك سبحان الله ذكي جدا بيديلك المرحله دي عشان ما تكملش في اللي انت بتعمله. الجسم فعلا عايز يأنتخ، عايز يفضل متدلع، عايز ياكل احلى اكل ويشرب احلى شرب. معانا حبيبه. الو. الو، مساء الخير يا حبيبه. مساء النور. انت مالك مكسوفه كده؟ عندك كام سنه يا حبيبه؟ عندي 22 سنه. 22؟ ايوه ده انت صغنونه خالص. طب قبل ما تبتدي الكورس كان وزنك كام كيلو؟ انا كنت 100، دلوقتي بقيت 80. 100 ووزنك كان طولك قد ايه؟ انا وزني كان 100، دلوقتي بقيت 80. تمام. 165. 100 لا كانوا كتير يا حبيبه. كتير وانت صغنونه يا قلبي يعني. طب نزلتي ال 20 كيلو ده في قد ايه؟ في اقل من شهر. بتكلمي بجد؟ والله 20 كيلو في اقل من شهر يا حبيبه بجد؟ ما شاء الله. عشان لسه صغنونه الحرقه عندها ما شاء الله. اكيد اكيد بتلعب مع رياضه ولا ايه؟ بتلعب رياضه او حاجه مع ال ولا اي حاجه كمان؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله، عيني عليكي بارده يا حبيبه. طب يا حبيبه انت عرفتي الاون تارجت منين؟ من على الفيسبوك. ايوه. لقيت ساعتها المنتج فدخلت وشفت ان في ناس يعني بتجيب نتيجه معايا، فقلت اجرب. وانا مهووسه بصراحه بموضوع ان انا كان نفسي اعمل عمليه وبتاع بسرعه، ان انا ما بيبقاش عندي كل ان انا اعمل ريجيم بقى وبتاع وانزل في وقت قليل وكده. فلما جبت المنتج وكده يعني ساعدني وبسطت بيه جدا. طب يا حبيبه انت بعد ما نزلت ال 20 كيلو احساسك ايه بقى كبنوته كده في نص بني ادم نزل منك؟ اي احساس فظيع بصراحه، يعني انا من النوع اللي بيكتئب اصلا لما ببقى في حاجه عجباني ونفسي البسها ومش بلاقيها مقاسي، فلما دلوقتي بقيت اجيب اللي انا عايزاه فده احساس مريحني. لما بقيت البس هدومي الاقي هدومي واسعه فده احساس فظيع. طب هل وشك اتأثر بالخساسان ده؟ بقى يعني في ترهل، في مش مبسوطه، في هالات تحت عينك؟ لا خالص. نزلتي نزول صحي يعني؟ طب حبيبه انت نفسك تبقي كام كيلو؟ انا يعني انا كان نفسي ابقى 70 بس علشان خاطر طولي فشكلي انزل الستينات. 60 كيلو؟ خلاص بقى هدف بيتجدد. على فكره تعمليهم جدا وهتحبي نفسك جدا وصحتك هتبقى هايله جدا. بتتابعي مع مين يا حبيبه؟ مع دكتوره كارولين. كارولين، انا خلاص عايزه اشوف كارولين. دكتوره كارولين، انا حبيت دكتوره كارولين. كلهم الحقيقه. والمتابعه عامله ايه معاكي يا حبيبي؟ لا هي على طول متابعاني، يا نظام الاكل كل شويه تكلمني، يا اخبارنا ايه النهارده، نزلتي قد ايه، يعني هي على طول معايا يعني سايباني. طب حبيبه لما تبقي 60 كيلو عندك استعداد تيجي تقابلينا هنا في الاستوديو؟ اكيد ان شاء الله. خلاص بس صوري نفسك في كل المراحل. خلاص تمام. خلاص يا حبيبه نورتيني يا حبيبتي. شكرا. تعليقك على الحاله يا دكتور. انا عايز اخد من كلام بتقول لك انا كنت في الاول ما عنديش خلق اعمل دايت. ايوه هو ده بقى الانسولين، هو ده اللي بيديك الخلق فعلا. والله ده مش افيه. يعني ما عنديش خلق؟ اصل انا قدامي اكل، هل انا هقول لنفسي لا عيب كده ما تاكلش؟ ولو قلت مره والثانيه والثالثه من الحاجه الرابعه نيفر ان انا اقدر اكمل. طب لو انا اوريدي داخل على اكل حلو جدا بس انا شبعان هاكله؟ اكيد مش هاكله. عشان كده بقول لك هو فعلا الانسولين هو ده بيديك الخلق بتاعك. بالظبط كده. دي حاجه، تاني حاجه اللي هي قالته في متابعه مع دكتور كارولين، هي بتتابع معاها يوم بيوم وجبه بوجبه، فلما تلاقي برضو حد زي ما قلتها قبل كده، لما تلاقي حد في ظهرك انت بتبقي مرتاحه، عارفه اللي هو بتلعبي وانت يعني فاكه ايدك. لا التشجيع على فكره كمان بيجيب نتيجه جدا. تشجيع بس انت في حد فهمان، دكتور انا باكد على كلمه دكتور لان أيوة. كل اللي بيتابعوا دكاتره مش أيوة. اي مش حاجه طبيعيه يعني، كل اللي بيتابعوا دكاتره دكتور مطمن له وجبه بوجبتها، اللي هو دكتور في محفظتك، دكتور انا النهارده عندي كذا،
وريني كده اكلك اه خدي كذا وكذا وكذا، يبقى مش هجيب ليه مش هيبقى عندي خلق قدامي واحد بيقول لي تاكل ايه ما تاكلش ايه تشرب ايه ما تشربش ايه، ده غير البرودكت او المنتج اللي انا باخده اللي هو اصلا مش هتبعني. فما يعني ما تستغربيش لما تلاقي حد بيخس 16 كيلو في شهر او اقل من شهر. لا هو المدهش انها نزلت 20 كيلو تقريبا في اقل من شهر من غير رياضه. ولو عملت رياضه اه هيبقى اقوى واقوى واقوى عادي. اه ده حاجه طبيعيه، الجسم اللي كان بيحرق وعمال اخزن فيه وعمال اديله دهون خلاص دلوقتي انا بقيت لقمتي صغيره فبيحرق من الحاجات اللي هو مخزنها، شيء طبيعي جدا. مش عايز الناس تتفاجئ يقول لك 20 كيلو في شهر، اه ممكن 20 كيلو في شهر عادي تماما وبتحصلت وهتحصل وهتحصل كتير جدا كمان. هل الميزان يا دكتور وحده بيكفي ان يقول لي انت نزلتي كده او ما نزلتيش او كذا، ولا في حاجه تانية تقول لي لا انت كده كويسه او محققه نتائج؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا واحد من الناس مش ببص في الميزان اصلا. يعني انا مش من الناس المهتمين بالميزان. ليه؟ لان فكره الميزان ذات نفسها هي فكره معقده جدا. في خطا في الميزان، في موازين ديجيتال وموازين رقميه، ده غير ده. الميزان الديجيتال ذات نفسه عايز كل فتره يتعمل له حاجه اسمها كاليبريشن. الكاليبريشن بكل بساطه ان هو يتظبط. ايوه لو فطار لو وزنتي قبل ما تفطري غير بعد ما تفطري طبعا، في كيلو على طول بعد الفطار. غير كده لو انت قايمه من النوم غير وانت قاعده، ففي كميه مؤثرات خارجيه الميزان بيتعرض لها غير طبيعيه. عشان كده لازم اما اوزن ابقى في نفس الحاله في كل مره. الاحسن بقى المقاسات. اه انا بلبس مثلا سي مثلا بنطلون مقاس 40، لو بقيت بلبس بنطلون مقاس 38 هنا في نزول. اه طبعا. غير كده الانسان اللي هو المليان عايز اقول لك لا فعلا هو حافظ نفسه، حافظ نفسه جدا، لان هو من كتر ما هو عايز يخس عايز يحفظ كل جسمه، ولما بيلاقي نتيجه الموضوع بتبقى فتحه نفس. يا فندم مش المليان بس، انا الكيلو بيفرق معانا بحسه بالظبط. ما اما بقفل البنطلون عملت كده يا نهار اسود ده عملت كده، تحس بقى ان هو طبعا تارجت بيسلم تارجت. قالت لك انا كان نفسي اوصل ل 70 دلوقتي عايز اوصل 60. ايوه ده ادمان الدايت. الدايت ده فعلا طبعًا. ادمان وانس ان انت بتنزل والموضوع سهل اهو، طب ما انا شهر هيسلم شهر هيسلم شهر، بعد كده ابدا اثبت وعيش حياتي البس ميديوم البس سمول. الناس حتى ذات نفسها لما بتشوفك تقول لك ايه ده انت عملت كده ازاي؟ ايوه فرحة لا تتخيلها طبعا. معانا ام مروان. الو الو مساء الخير. مساء الفل. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ اهلا بيكي. ازيك انتي؟ طمنين عليكي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا ام مروان. قولي لنا ابتديتي اون تارجت ازاي يا ام مروان؟ بصراحه يعني ما شاء الله الدكتوره دي ما شاء الله ربنا يبارك لهم بصراحه. اللي هي مين؟ انا عامه من الناس اللي ما بتفرقش معايا حته الميزان. اه يعني حتة الميزان دي مش أساسية عندي، أنا أهم حاجة المقاسات. حلو قوي. ابتديتي مين دكتورة بتتابعك؟ أه طبعًا. أيوه مين دكتورة مين؟ ولو في أي حاجة هي معايا في كل حاجة بصراحة. أيوه مين هي اسمها إيه؟ الدكتورة مارتين. مارتين؟ أه مارتين. أه مارتينا. مارتينا أه. ابتديتي ووزنك قد إيه يا أم مروان؟ انا بصراحه كان وزني 90 بس انا ما وزنتش لان حته الميزان دي مش اساسي معايا. هي المقاسات طبعا فرقت معايا كتير جدا. طبعا المقاسات بتفرق بس برضو اما بنسمع الرقم نزل بنتبسط برضو. ايوه ماشي. انا مع حضرتك، انا اكيد اكيد كده. انا بقالي بالظبط شهر، اكيد في الشهر ده انا خسيت 10 كيلو اكيد، انا متاكده من يعني. انت ما وزنتيش بعد ما خسيتي؟ طيب المقاس نزل قد ايه في الشهر ده؟ لا نزل كتير طبعا، كتير قوي. يعني كنت بتلبسي مقاس كام يا ام مروان؟ كنت بلبس مقاس 46، بقيت دلوقتي بلبس حاجه و30. لا شفتي؟ لا كده كده في مبالغه. انا ما بهزرش يعني بجد. لو قلت 42 هقول لك ماشي موافقه. 40 تمام. انا بكلمك بجد. كام و30؟ بقول لك انا بكلمك بجد، انا بجد الشهر ده فرق معايا كتير كتير. طبعا مصدقاكي. اه طبعا مصدقاكي. طيب بتحسي بالشبع وانت بتاخدي الاناسيليوم؟ انا اصلا ما بفكرش في الاكل خالص خالص، انا بنسى ان في حاجه اسمها اكل. اه بس لازم بتاكلي عشان الحرق يشتغل. ما هو انا اصلا مش جالي نفس الاكل، ما بفتكرش يعني الاكل ده قدامي كده حاجه ولا اي حاجه خالص. يا بختك يا ام مروه. والله العظيم بجد انا بكلمك بجد، انا مش مصدقه بجد. حتى في الشتاء ده؟ والله ما مصدقه يعني. طبعا الاكلات بقى الحلوه دي حتى ما. طب ممكن وانا بكلمك كده بصي في المقاس قولي يعني لابسه مقاس كذا دلوقتي، عايزه اعرف وصلتي كام و30. طب
طب ثانيه بس، هاتي اي بلوزه قريها كده او اي اي حاجه، اي حاجه قولي لي كذا، طمنيني كده بما انك ما بتوزنيش، اشوف المقاس احسن طبعا. بس هتصدقي يعني حضرتك هتصدقي؟ والله انت بينك وبين ربنا بقى، انت حره. ايوه 34. لا انا عايزه اشوفك. لا طب ماشي اجي، يعني ايه المشكله؟ يا جماعه خدوا نمره ام مروان، تجي لنا الاسبوع اللي جاي او اللي بعده علشان وتجيبي لي معاكي بلوزه اول ما ابتديتي، وبلوزه واحنا وانت معانا على عشان اشوف المقاس. وينفع اجيب الصوره معايا؟ طبعا. طيب انا مصوره نفسي عامه يعني. ارجوكي، لانه انا من أيوة. من 46 ل 34. لا لا ده ايوه لا, لا, لا انا بقول لحضرتك والله العظيم الاكل ده ما بفكر فيه نهائي. مصدقاكي بس ده دي بيني وبينك هتيجي الاستوديو. طب ماشي، ما ده وعد يعني خلاص. تمام. يعني من فين كنت باكل طبعا زيوت وحاجات من دي كتير، مفيش خالص بطلت. كل ده اتمنع. طب الحمد لله رب العالمين يا ام مروان، خلاص في انتظارك في الاستوديو يا ام مروان. ان شاء الله انا مكمله طبعا مع الدكتور ما لحد ما اوصل اللي انا عايزاه. يا رب حبيبتي، ماشي ربنا معاك ان شاء الله. ماشي حبيبتي، ماشي مع السلامه. الموضوع بسيط. لا بسيط ايه، من 46 ل 34 ده معاك. خلينا نقول ديت كيس، ديت كيس ده انا بنتي بتلبس 34. ربنا يخليها لك يا رب. الموضوع الاجسام كلها مش بتخس زي بعض. طبعا ممكن هي فعلا يكون عندها مثلا الستور، المكان اللي بتجمع فيه الدهون مثلا في الارداف وفي البطن، فهي اول مكان يتسحب منه الدهون. ليه لا؟ يعني ايه 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 ده طبيعي جدا. انت المكان اللي بتخزن فيه دهونك هو المكان اللي هيروح جسمك يحرق فيه، يطلع منه الدهون. انا عايز اتدفى وعايز اعيش وعايز احافظ على نفسي، فهيطلع منه دهون، فالبطن هتنزل، الارداف هتنزل، كل ده هينزل. يعني لو انت كنت بتعاني فعلا من دهون في المنطقه ديت، هتلاقي ان مقاساتك بتيجي بتتحرق بسرعه. ده ليه؟ جسمك عايز يتدفى، عايز يعيش، وده اللي بيعمله انسيليم. هي بتقول لك انا مش قادره اكل. طب انت حتى لو كلت لقمه صغيره جسمك متعود على قد كده. طب هطلع كميه الطاقه اللي انا كنت باخدها منين؟ من اللي متخزن عندي. متخزن طبعا. عشان كده اكتر ناس بتخس الناس المليانه في الوزن. يعني كل لما تزيد قوي وزنك، كل لما تلاقي انت بتحرق كيلوات بطريقه بشعه، ممكن تحرق لك 10 كيلو مثلا في 10 ايام في اسبوع. ده ليه؟ عندك كميه طاقه كبيره، جسمك بيطلع منها. بالظبط، جسمك بيطلع، عنده وفره، مش خايف. منين بقى ما تبدا تنحف قوي؟ طب انا هجيب منين؟ ساعتها بيبقى كل جرام ليه حسبته. ليه حسبته بقى. طيب وده اصل موضوع الحلقه. ايوه، لما نثبت في الوزن بقى، ده بقى اصل موضوع الحلقه. ايه النصايح اللي نقولها للشخص اللي عنده ثبات في الوزن؟ خلي حد جنبك، خلي حد جنبك يطمنك ان ده شيء طبيعي. وده برضو اللي احنا بنعمله. لو حد كلمنا قال لك انا قلقان، انا بقالي مثلا سي مثلا اسبوعين مش بنزل، ما تقلقش، ده شيء طبيعي زيك زي بقيه البشريه كلها. فاهم حاجه؟ العامل النفسي والدعم النفسي جدا. تاني حاجه الرياضه. الرياضه بتكسر تماما موضوع ثبات الوزن ده، لان انت لما بتحط جسمك في رياضه عضلاتك لما بتطلب طاقه هتطلع طاقه. جسمك بقى ساعتها مش هيبخل على عضلاتك، يا اما هيسقط. فعضلاتك منين ما بتحتاج طاقه من جسمك، جسمك بيطلعها من الطاقه اللي هو مخزنها مخبيها. يعني انا لو لعبت، لو جيت في ثبات الوزن ولعبت رياضه، شوف النتيجه. الدهون ده، الدهون دي ما تتحولش العضل؟ لا، مفيش حاجه اسمها دهون تتحول عضل. النسيج الدهني ده ليه شكل طبي، والنسيج العضلي ده شكل تاني خالص. العضلات بتحرق من الدهون، العضلات بتحرق من السكر. فاهم قصدي؟ يعني العضلات دي عامله زي المكنه، ما ينفعش اساوي المكنه بالزيت. امال لما العب رياضه احيانا بعد دايت او مع دايت الاقي نفسي، طبعا هنرجع لفكره الميزان مش مهم، بالزبط. الاقي نفسي الميزان مش بينزل، بس انا حاسه اني بنزل او مقاسي فرق في النزول. بالظبط. الدهون دي راحت فين؟ الدهون اتحرقت. العضلات طلعت منها طاقه. انا حد حضرتك مثال، انا انا واحد من الناس كنت من شهر بالظبط 75 كيلو، انا النهارده 77 كيلو، مع العلم ان انا مقاساتي قلت نمرتين. كنت بلبس ميديا، دلوقتي بلبس سمول. ما شاء الله. مع اني زدت 2 كيلو. طب ده ازاي؟ انا حاسه الجاكيت ميديم فعلا كبيره عليك، لازم تضيقها. دي ميديم على فكره. ايوه انا واخده بالي، مش بهزر. جات ميديم، انا فعلا كنت المفروض اجيبها سمول. ده ليه؟ انت دلوقتي عندك نسيج عضلي زاد، العضلات بدات تحرق من الدهون، فتلاقي وسطك نحف. ايه بقى الحته اللي بيبان فيها عضلاتك؟ عضلات ظهرك تلاقي قسمت، دراعك تلاقي قسم. ده على الميزان انت هتلاقي ممكن نفسك زايد 2 كيلو، بس انت حارق كام كيلو دهون بقى منهم؟ حارق 4 كيلو دهون بس زايد 2 كيلو عضل.
طب بيتواصلوا معاكوا ازاي يا دكتور؟ اهم حاجه يبقى يتابعونا على الفيسبوك، على صفحه اون تارجت على الفيسبوك، وصفحه انسيليوم على الفيسبوك، وطبعا على الواتساب. لو انت شريك معانا في الانسيليوم احنا هنتابعك على طول وجوه بوجوتها. الدكاتره هتلاقيهم مركزين معاك قوي قوي قوي، يعني اتمنى كده ان شاء الله الناس كلها توصل للاهداف بتاعتها، لان فعلا الموضوع يستحق. يا رب كل حد عنده هدف الوزن المثالي يتابعنا. وشكرا دكتور احمد نوبل، واستنونا في حلقه جديده من حلو الكلام مع منال.